أولاً أنا قلت رأيي في الموضوع، قلت بأنه أولاً الشيخ القباس الشيخ عزيز وحبيب وطاقة وكفاءة وإلى غير ذلك. وحينما أساء التعبير الأخ الثاني بالإشارة إلى كونه مقعداً وما ذلك، يعني أنا من الأوائل الذين عاتبت الكتاني في هذا الموضوع. فالشيخ القباز يعني شخصية محبوبة وداعية الله حفظه الله ورعاه، هذا موضوع. نعم. الحب في الله شيء، والأخوة في الله عز وجل وكذا شيء، والمناصرة شيء، ولكن التحليل السياسي هذا شيء ثاني. نعم. الشيخ القباز ليس كأي شيخ، وإلا فأنت تلاحظ أن عبد الكريم الشاذلي التحق بحزب عرشان ولم يحدث شيء، وحفص التحق بالنهضه الفضيله ولم يحدث شيء، ثم التحق بحزب الاستقلال ولم يحدث شيء. ما معنى كون الشيخ القباش يلتحق بالعداله والتنميه ثم حدث ما حدث؟ هل لكونه اختار حزب الخطا؟ هذا سؤال. ثانيا الضجه الاعلاميه الكبرى التي صاحبت هذا الامر، وزارة الداخلية لم تعترض على، لكن عندما أصبح الأمر يتداول في الأندية الدولية النوبي اليهودي العالمي الذي عقد مؤتمره في بروكسل يندد بهذا الأمر باعتبار أن هناك أشرطة الشيخ صرح فيها فيما قيل، إن كان قد قال بأنه يجب قتل اليهود جميعا، ليس فقط يهود فلسطين ولكن اليهود في كل أنحاء العالم وكذا بالصوت والصورة، ثم وجد من يروج لهذه الأشرطة القديمة المتجاوزة، لكن لم تعرض على هذا الأساس، بل عرضت على أن الفكر الأصيل متأصل لدى الشيخ القباج. ثم رأينا ذلك الصحفي التيجيني ماذا فعل في هذا الموضوع، ورأينا أيضا نشرات إخبارية في فرنسا وفي غيرها كيف تداولت الموضوع بشكل كبير وواسع، ثم أصبحت كأن مصالح البلاد أصبحت مهددة بهذا الترشح الذي هو ترشح عادي وبسيط، ولكن نفخ في الموضوع وأصبح بالونا ضخما يهدد المصالح السياسية والاقتصادية للبلاد مع الاتحاد الأوروبي مع الغرب عموما مع كذا. الرجل سوق له بأنه تكفيري إرهابي، ينشر الفكر الكراهية والعداء، ثم سيصل إلى البرلمان تزكية من حزب حاكم، يعني بلا 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 بلا. حدث لغط كبير جدا. أنا يعني كمتابع لا أقل ولا أكثر، بعيدا عن منطق الأخوة في الله، بعيدا عن منطق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بالاعتبار الجاهلي بل الاعتبار الإسلامي، يعني أن ترد أخاك إلى الله. فأنا تحليلا لا أقل ولا أكثر قلت بأنه كان على أخي القباج عندما رأى ما رأى كان عليه أن يبتعد، أن ينسحب طواعيا وتلقائيا، يعني مراعاة لمصالح الوطن ومصالح كذا، لكن إذ لم يفعل، وهذا حقه الكامل الدستوري القانوني الشرعي، حقه الكامل في أن يترشح، ولا حق لأحد أن يعترض على هذا الموضوع. لكن وقد حدث ما حدث وأصبحت القضية مش رأي وطني فقط بل رأي دولي، وأصبحت ربما أقول ربما بخط عريض مصالح البلاد بهذا الترشح ربما قد تمس من قريب أو من بعيد، كان على الأخ القباش أن يسحب نفسه تلقائيا بهدوء. وإذا لم يفعل لا أقل من حزب العدالة والتنمية، ولا يخلو من تواجد خبراء سياسيين في الحزب وأصحاب بعد نظارة، كان عليه أن يتصل بالشيخ وأن يقوم بهذا السحب الطواعي، لكن لم يفعل لا الشيخ القباج ولا حزب. فالآن بلغني أن الشيخ القباج عاتبني في تدوينه وله الحق الكامل ورأيه فوق عيني ورأسي، لكن أقول أولى بالدفاع عن الأخ القباج لا دلو التنمية، لأن القضية هي القضية في سجن الحزب العدالة والتنمية أكثر من أي كائن آخر. لكن هل العدالة والتنمية يعني قام بشيء من في لم يقم بأي شيء
فيما أعتقد أن الآن أنا في منطقة نائية وخارج التغطية ولا لا ليس عندي إنترنت ولا أتابع نهائيا إلا ببعض المكالمات الهاتفية. أبدا يا أخي تلك الصفحات كلها مزورة وكعادتهم يكتبون على لساني ما لم أقله ولو حرف واحد. نعم بعض المواقع اتصلت بي بالهاتف قلت بعض ما قلته لك الآن دون مواربة ودون مراوغة، لأن أنا أفرق بين التحليل السياسي أو إعطاء نظرة معينة أؤمن بها من غير نفاق ومن غير كذا، وأفرق بين هذا وبين الأخوة في الله والمناصرة. وأنا أقول لك بملء في الشيخ القباج فوق رأسي وكرامته فوق كل اعتبار، وله الحمد لله صيته وبعده العلمي والفقهي وكذا، هذا لا نناقش. وإن كنت لم أحظى ولو لحظة واحدة بلقاء الشيخ وأرجو أن ألتقي به قريبا، لكن أنا أفرق بين العلاقة الأخوية وكذا وبين البعد السياسي والنظرة السياسية التي تتجاوز العلاقة الضيقة.